بعين جرزيز. سبحان الله، شوف منابع الماء من داخل هذه الجبال ولا تدري من أين جاءت. هذه شلالات عين طبرق. هذا المنظر الجميل هو من عين أثوم في مدينة صلالة. يحيى الفارسي يحييكم. وهذا أيضا وادي دربات من أعلى الجبل، والماء يصب في الشلال اللي صورناه في المقطع الماضي.
وهذا ميناء مرباط. لقطة من ميناء مرباط. طبعا هذا مطعم ممتاز، عندهم أسماك طازجة ويطبخون مشوي وصالونة ورز، وصراحة أكلهم جميل جدا ما شاء الله تبارك الله، على شاطئ مرباط عند محطة المها. ما شاء الله تبارك الله، لقطة من عقبة طوأ عتير يظهر فيها الخضرة في الجبل وأيضا منظر البحر. يحيى الفارسي يحييكم من ظلنكوت صلالة سلطنة عمان.